هنا مش موجودة. خليني أوري حضراتكم الفيديو الخاص بملاحقة. طيب قبل ما نشوف الفيديو، لأنه قلت لحضراتكم إن احنا عندنا أكتر من ملف هنناقشه النهاردة، بنحاول نتصل كنا بست النائب سليمان وهدانا عشان نشوف موضوع مجلس النواب، لكن واضح إن احنا مش عارفين نوصل له. أيضا النهاردة بعد 15 سنة من اغتيال الحريري أصدر الحكم في قضية اغتياله. خليني أرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد عدنان. أستاذ أحمد مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا بيك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد بتكلم في 15 سنة، وبعد 15 سنة المحكمة الدولية أصدرت حكمها النهاردة في قضية اغتيال الحريري. أكيد كنت متابع للمحكمة وإصدار الأحكام اليوم، قل لي هل كانت الأحكام كما توقعت؟ أول شيء لازم يعني تكون الصورة واضحة. نعم. المحكمة الدولية أثبتت بأكثر من موقف مهنيتها العالية. نعم. سواء خلال إجراءات المحاكمة أو بإصدار الحكم هذا اليوم. ثانيا، وفق النظام الأساسي للمحكمة، المحكمة لا تتهم لا تتهم رؤساء الدول ولا تتهم أيضا الكيانات أو الجهات الاعتبارية، إنما هي تتعامل مع أشخاص. نعم. طب أنا حتوقف معك عند الجزئية دي أستاذ أحمد، حتوقف معك عند الجزئية دي عشان أفهمها. بناء على الكلام اللي حضرتك قلته، طب النهاردة المحكمة قالت إنها عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. أي ماشي، لكن هي لا تتهم رؤساء الدول ولا تتهم كيانات، هي تتعامل مع أشخاص. هذا وفق نظامي. طيب. نعم. حتى لو يعني اتهمت أشخاص فهي لا تحول ذلك إلى عملية جنائية أو كذا، ليس من صلاحياتها. تمام. أوكي؟ بمعنى أنه لو قالت أنها نثبت أن الجهة الفلانية أصدرت أمرا لفلان بإجراء كذا، لا أعتقد أنه كان لديها الصلاحيات لتنفيذ هذا الأمر جنائي. هذه تمام. وهذه يعني مش ليست سرية، هذه معروفة منذ اليوم الأول لنشوء المحكمة قبل 6 سنوات. نعم. الحكم اليوم باختصار اتهم قياديا بارزا لحزب الله. تمام. بما لا يرقى له الشك في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نعم. الآخرون شاركوا في الاغتيال، لكن لم يثبت أنهم أو أن أعمالهم اللوجستية كانت بعلم أو بكذا، أو أنه هي بغرض الاغتيال نفسه. طبعا حتى تتضح الصورة أكثر، والحقيقة المتهمون 5 وليس 4، لكن هناك متهم قتل الذي هو مصطفى بدر الدين، فخرج من إجراءات المحكمة، وطبعا اسمه وارد في الحكم في أكثر من موقع. نعم أستاذ أحمد. إذا يعني باختصار شديد، أيوة. هناك قيادي بارز في حزب الله اللي هو سليم عياش. نعم. أدين بما لا يرقى له الشك بأنه قتل رفيق الحريري. طيب تمام. أنا حتوقف هنا مع حضرتك على استقبال الشارع اللبناني بقرار المحكمة الدولية. كيف استقبل الشارع اللبناني؟ ردود الفعل عليه. لا لم 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 ارسل ذلك بشكل واضح، لكن بحكم انه ليس كل من يتابع المحكمه متابع لنظامها وحيث ياتيها، ربما كان هناك اعتقاد بانه سيدان حزب الله كجماعه او سيدان احد رؤساء الدول مثل بشار الاسد وما شابه، لكن هذا ليس ضمن نظام المحكمه وليس ضمن اختصاصه. طيب لسه لغاية دلوقتي لم ترصد حال الشارع اللبناني كردود أفعال. كردود أفعال بعد حديث السيد سعد الحريري عن قرارات المحكمة، ابتدى يتردد أخبار أو مناداة لسعد الحريري برئاسة مجلس الوزراء اللبناني. كيف ترى هذا؟ هل تتوقع مناداة لماذا؟
هل تتوقع بعد المحكمة يا فندم؟ كان في لقاء تلفزيوني مؤتمر صحفي مع سعد الحريري. بعد هذا المؤتمر الصحفي وهذا صحيح. اللقاء البعض نادى سعد الحريري بأنه يستجيب لكي يكون رئيس وزراء لبنان. هل تتوقع هذا؟ لا هذا شيء طبيعي بحكم أن الرئيس سعد الحريري هو صاحب أكبر سنية في البلاد وهو الزعيم السني الأول في لبنان، فليس غريبا أن يكون مرشحا لرئاسة الحكومة، وهو من الأساس من قبل حكم المحكمة هناك جهات عديدة داخل لبنان وخارجه تطالبه بأن يعود رئيسا للحكومة. هو أعلن أكثر من مرة بأنه يرفض أن يكون رئيسا للحكومة في ظل الظروف الراهنة التي لا تساعد أي أحد على إنجاز البلاد. تمام. لكن الحقيقة أنه كتصريح الرئيس سعد الحريري بعد المحكمة مهم نعم. جدا، أنه قال بوضوح أن الخلية التي قتلت رفيق الحريري تنتمي إلى حزب الله، على حزب الله أن يضحي ويسلم المدان لينال عقابه. وأصبح أعتقد أن هذا الكلام ليس فيه شيء، خصوصا وأن المحكمة أثبتت حياديتها ومهنيتها العالية. نعم. البعض بينادي أستاذ أحمد بإحالة قضية مرفأ لبنان للمحكمة الدولية. في نفس الوقت المحكمة الدولية لا هذا كلام سياسي. طيب، المحكمة الدولية تأسست للنظر في جرائم بعينه. إيه؟ نعم. ولا يحق ولا يعني وليس من ضمنها انفجار المرفأ. أوكي؟ تمام. هي تنظر فقط في قضايا